السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا وأهلا وسهلا بكم وحياكم الله. اليوم راح نتكلم عن نورث، عن شمال كندا. يعني اللي يجد اللي يحس أكو صعوبة بتقديم على وظيفة عقد العمل أو يحصل عقد عمل في كندا، فإن نورث إلك نسبة 85-90% فرصة الحصول على عقد العمل هناك. ليش؟ بسبب قلة الموارد البشرية، يعني ماكو ناس هناك وما حد يحب يوصل هناك بسبب برودة الجو. يعني انت اذا اشتغلت هناك لمدة سنتين تقدر تحصل على الإقامة الدائمية وتتجه الى المناطق الدافئة. اليوم راح نتكلم عن نورث ماركت او نورث مارت، هذا المحل او هاي المجمعات للبيع بالتجزئة، يعني فواكه، خضرة، لحوم، ادوات احتياطية، تجميع سيارات وكذا، يعني كل شيء موجوده بهذا المول. هاي الشركه تدير هذا المول. شوف، هي متاجر بيع بالتجزئه، تعتبر مجمعات الريفيه والنائيه في شمال كندا. لا تنسى الاشتراك بالقناه وضغط لايك حتى الكل يستفيد من هذا الفيديو ان شاء الله، وهاي فرصتك، يعني فرصه لك انهم ما يطلبون منك شروط صعبه او معقده حتى تستطيع العمل بهاي المناطق. هنا طبعا نتكلم عن الفوائد. شوف الفوائد هنا، مثلا احنا طبعا ما نريد نذكر ونعيد ذكرنا انه في شمال كندا درجات الحرارة تكون تحت الموجب، يعني من الصفر وسالب وبرد. بس الانسان من يريد يتقدم على شغل أو يريد يحصل فرصة، فهي أفضل فرصة إلى للوصول إلى كندا عن طريق عقود العمل في شمال كندا. شوف هنا، بالنسبة لأولئك الذين ينتقلون، نقدم السكن للموظفين. شوف، يقدمون سكن للموظفين وبدلات طعام لتعويض نفقاتكم أثناء العمل معنا. لا داعي للقلق بشأن دفع مقابل أشياء مثل الإيجار والمرافق الأساسية أو الغاز سيارتك أو تذكرة الحافلة. تقع معظم المتاجر على مسافة قريبة من المكان الذي تعيش فيه، ونقدم أيضا راتب ينمو بمرور الوقت مع تقدمك داخل الشركة. نتيجة لذلك يوفر العمل هنا فرصة لكسب المال. يعني نقدم لك سكن، نقدم لك بدلات طعام لتعويضك النفقات، يعني حتى يطوك فلوس مكان أكل أو الغداء أو الفطور أو العشاء مالتك. يقدموا لك سكن للموظفين ببلاش. اثنين، يقدموا لك غاز أو بنزين لسيارتك أو تذكرة حافلة، أو هم كلهم يكونون قريبين من يم بيتك، يعني أنت ما تحتاج تدفع كل هاي التكاليف. شوف، يقول لك احنا نريد ضمان الحصول موظفين على مجموعة متميزة من المزايا لتساعدهم على ازدهار داخل وخارج مكان العمل. ثم تصميم حزمة مزايا، المدخرات، التأمين، ايام سفر لك مدفوعة، يعني يدفعوا لك فلوس حتى السفر، الصحة والاسنان يدفعوا لك، بدل طعام يدفعوا لك، سكن للموظفين همين يدفعوا لك. شوف هنا يقول لك السكن العاملين، يمكن ان يكون العثور على مكان في احد اكثر الجوانب ارهاقا للانتقال لوظيفة جديدة، لهذا السبب نقدم مساكن مفروشة ومجهزة بالكامل لجميع موظفينا الذين يتم نقلهم بالنظر الى حجم كل مجتمع، وسيكون مسكنك دائما في مكان مناسب بالقرب من متجرنا، مما يسهل عليك الوصول الى العمل. يعني اذا كنت متزوج وعندك اولاد او كنت لوحدك جاي، هم يقدموا لك سكن مناسب. هو ده يقول لك هنا، يقدم لك سكن مناسب ومفروش. شوف هذا يشوف لك السكن الك تسكن به. شوف هنا، بدل الطعام ده يشرح لك الانتقال وظيفة، يكون خلالها عرض بدل طعام شهري، يعني ينطوك فلوس بمكانها. نقدم مزايا صحية شاملة واسنان جميع موظفينا. التأمين، إذا كنت تبحث عن وظيفة بتغطية تأمين صحي شامل فلذا داعي المزيد من البحث. هم هنا تأمين شامل. هنا يمكنك الانتقال لمجتمع جديد، مهمة مالية كبيرة ويمكن أن تزيد تكلفة بسرعة، لهذا السبب نقدم أيام سفر مدفوعة الأجر ونغطي تكاليف الرحلات. يعني يغطي لك، حتى هم يغطوا لك تكاليف الرحلات. طبعا هذا شرح أنا أشرحه لكم، وهاي فائدة لكم
انه تستفاد. شوف، يقدم لك سكن، يقدم لك فلوس، يقدم لك تغطية صحية، يقدم لك بدل طعام، حتى فلوس طعام يقدم لك. وراح تسألني وسؤالك المهم، راح تقول لي انه هل يوجد من الخارج كندا على هاي العقود؟ نعم، راح اشوفك بالدليل انه من خارج كندا. طبعا عندك هنا على الفيسبوك، الانستغرام، اليوتيوب، تيك توك، تويتر، هذول كلهم يتكلمون، بس هسه حاليا تغيرت علامة تويتر الى علامة اكس قبل 3-4 ايام. قدموا لك مثلا عندك برامج تدريبية، يتلقى الموظفون الجدد في الادارة تدريب عملي في مركز تدريبي التابع لنا في مينيتوبا، ويتكون بالتدريب من مجموعة واسعة من وحدات التشغيل ودورات القيادة ضمن حصول على مهارات ومعرفة التي تحتاج للتوجه إلى مدرجك. يعني هم حتى تدريب ينطوك، حتى شوف فلوس بدل أكل ينطوك، سكن ببلاش ينطوك، تذكرة الطيارة السفر ببلاش ينطوك، وثانيا حتى تدريب عملي ينطوك. شوف الحياة هنا، يتكلم لك هنا عن الحياة في مجتمعنا، إيه لا يرى الكثير من الكنديين إذا كنت تعيش بالفعل في شمال كندا، أو إذا كنت تتطلع إلى تجربة أسلوب الحياة في الهواء الطلق بعيد عن المدينة، قد يكون العمل خيار الأمثل لك، والتواصل مع ثقافات تختبر حياة ومغامرات جديدة في الهواء الطلق. الفوائد احنا حكينا عليها وتكلمنا عليها، اختبر مجموعة متنوعة من الاعمال، يعني مثلا قطع قصاب احنا نقول عليه، او تقطع لحم بالصيدلية، تشتغل ميكانيكي او محطة بنزين، تشتغل برافع عمود في المطار، انواع واشكال. هسه اشوفكم الوظائف كلها، بس اهم شيء لا تمل ولا تضوج، لازم انت تقدم. شوف، انضم الى فريقنا، شوف الوظائف الموجودة، شوف مخبز، صيدلاني، قاطع لحم، مدير مخبز، قسم مخبز، مدير قسم بقالة، هنا مساعد، هنا هاي كلها وظائف موجودة، امين، كاتب، امين، عامل شحن، شوف عامل شحن، كل شيء موجود. يعني انت تقدر تقدم مساعد صيدلي حتى اذا ما عندك شهادة صيدلية، مدير قسم الخدمات الأطعمة، هاي ما تحتاج شهادة، متجر صغير، قسم البقالة تبيع طماطة وخضرة وخيار وفاصوليا، هاي ما تحتاجها، إلها شهادة، كلها بوظيفة دوام كامل يا أخي العزيز. مثلا احنا نضغط على قاطع اللحم، شوف قاطع اللحم او احنا نقول عليه قصاب، موجود بعدة مدن موجودة هناك، نضغط على اي مدينة تفتح لنا، نترجمها، نكبر لك الصفحة حتى تفتهم علينا. الوقت دائم كامل، توفير تجربة تسوق، لا تنسى العملاء من خلالها ضمان الترحيب بكل عميل على الفور، تأكد من دخول القسم وارتداء ملابس المناسبة، هاي كلها ما يحتاج، يعني حتى الشروط مالته ما موجودة، انه تنظيف وتعقيم قسم اللحوم بما في ذلك المعدات والأواني بشكل مستمر، اكمل بشكل صحيح كتابة الانتاج والطحن كل يوم، تثال الرموز الصحية، استخدام تقنيات رفع مناسبة، استمرار في تقنيات قطع الصندوق، ها هي ما عندك شيء. يعني الكفاءات الخاصة، مستوى عالي من الكفاءة والقدرة عام على العمل بالأمان مع السكاكين، تفاعل على التواصل الشفهي والكتاب، يعني ما يحتاج منك حتى يقول لك ما أريد منك شهادة لغة، ما أريد منك أي شيء، المهم تعرف تتعامل مع السكاكين، تحلى بإخلاقيات عمل قوي، الحفاظ على الالتزام بالأمانة، تحمل مسؤولية من الاختيارات والقرارات، استعداد لأداء مهام يحددها المديرون لمساعدة العملاء. يتكلم لك هنا، أنا أشوف ظروف العمل، قادر على الوقوف الفترة، قادر، ما خبرة العمل، يفضل دبلوم ثانوي أو مزيج من الخبرة والتعليم، خبرة تقل سنتين، يعني لا حد يجي يقول لي أني والله ما أعرف أقطع لحم، لا أنت هيك تأذيني، يعني حتى تقطيع اللحم ما عندك خبرة بي، يعني ما معقول انه انت عايش في بلدك وما تعرف تقطع لحم. المهم نرجع للقدم الان، شوف هاي الزرقة كبيرة، تضغط عليها ضغطة واحدة هكذا، سيرة ذاتية ترسلهم مباشرة، بس انا حسويها املاء يدوي حتى اشوفك بالدليل القاطع انه تقدر تقدم من خارج كندا.
شوف تنزل هنا هاي تدرس الاسم اسم العائلة الهاتف عنوان بريدك المحمول المدينة شوف هالمدينة والمقاطعة. أقول لك إذا كنت لا تعيش في كندا فهي فما مقاطعة الولاية التقييم بها يعني أنت في أي دولة تعيش تفتح هاي شوف أنا راح أختار العراق شوف برازيل كل الدول العربية موجودة يعني أنا دا أشوفك ها هاي العراق هاي واحد دا أشوفك كل الدول العربية موجودة في هاي الاستمارة ليبيا سوريا موجود موروكو تونس جزائر حتى اليمن السعيد شوف هاي اليمن موجودة السودان كله موجود ها هاي سوريا موجود السودان موجود جنوب السودان كل الدول العربية موجودة تستطيع التقديم من خارج كندا هاي العقود أنطيك من 85 إلى 90% توافقون عليها لأن ماكو موارد بشرية يعني ينطوك تذكرة طائرة ينطوك سكن ينطوك بدل الطعام ينطوك تأمين صحي ينطوك كل شيء كاملة بس يقولوا لك تعال اشتغل عندنا وحتى شهادة لغة ما يريد من عندك شهادة لغة ما يريد من عندك مثلا احنا نروح على فني صيدلة هذا اللي عنده شهادة صيدلية او دارس صيدلة ومتوقف شوف صعب مزية فرصة تنمي بعمل هذا سجد نفسك تعمل يمحك انضمام الى مجتمع لا يتم فيه تقدير بحسب هناك الحاجة اليك شوف هذول اللي يدرسون صيدلة او ما يدرسون معاهد ما مخلصين جامعة طبعا هنا بكلية بترخيص بجماعة هذول جماعة الصيدلة انت الصيدلي يفتهمها يعني اذا انت كنت تبحث مثلا عن مدير قسم البقالة تبيع طماطة وخضرة وخيار وبصل طبعا انا ما راح اقدر اقرأ كله انت لازم تقرأ بتمعن وتفتهم والتطبيق خدمة برنامج غذائي فرصة نمو برنامج تدريبي شوف فرصة لاكتشاف شمال كندا وبرنامج تدريبي يعني يقول لك خبرة على 18 سنة في 18 شهر العفو في تجربة متجر لبيع التجزئة من الناحية المثالية في بيئة البقالة أو بيئة التجميع أو بيئة التجزئة ذات الحجم الكبير يعني هو يطلب منك هو يسوي لك تدريب هو يعلمك على التدريب هو يفهمك هو كذا ما طالب منك شهادة نشوف ننزل يجاوب ماكو شهادات ماكو شهادات قروا لي أكو شهادات شوف هنا يقول لك المرشحون على استعداد للانتقال لأسواق متعددة في أقصى شمال أربيرتا مونيتوبا أونتاريوس ساسكاتشوان كيبيك نورث نوفاليت أقليم شمالي الغربي سيتم اتخاذ تداريب الترتيبات العفو النقل والدفع التكاليف من قبل المحل شوف هو دي يقول لك انه احنا ندفع لك التكاليف شوف راح ارجع اقول قدم الان راح اشوفك بالدليل القاطع انه اول شيء خل اشرحها بالبداية حتى اكو ناس السيرة الذاتية مالتك تحط عليها نجمة يعني ضروري تجاوبها الاسم اسم العائلة الهاتف بريدك الالكتروني المدينة المقاطعة انت مساكن في كندا صح لو لا انت مساكن في كندا ما المقاطعة والاقليم الذي تقيم فيه اذا كنت لا تعيش في كندا تفتح هنا وتختار الدولة اللي انت عايش بها مثلا في تركيا بس جنسيتك سوري او جنسيتك عراقي يعني باي دولة عربية يعني كنت عايش او مثلا في تركيا شوف الاراضي الفلسطينية خلينا نشوف موجودة تركيا ان شاء الله موجودة بالحرف التركي تي 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 انت ابحث عليها والقاها بس يعتقد بالاخير تنزل لان بها مترجم وبها غير مترجم طاجستان تركمستان الامارات اوزباكستان فنزويلا وهي تشوفها موجوده ان شاء الله تركيا بس دورها وياي اذا تلقوها مثلا تركيا 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 هسه نلقاها تركيا والله انا شفتها قبل شويه المهم تلقى كل الدول مصر هاي مصر هيات لقيناها مصر وتكتب الرمز البريدي الى مصر وتفحص الصفحة التالية وتقوم تكتب جميع معلوماتك عن افراد اسرتك وعن نفسك وشنو اشتغل السابقا وشنو ها انت اسوي نفسك انه تفهم بكل الامور ومشتغل بكل الامور وعندك خبرة اقل من السنة وبكل شيء مشتغل به ان شاء الله وتحصل على عقد
عمل. شوف احنا هم نرجع هنا ونضغط قم زيارتنا على الموقع، طبعا هخلي لكم الموقع في صندوق الوصف. بس اول ما تبدأ يقول توكلت على الله وبسم الله يا رب ساعدني وان شاء الله، انت بس صفي نيتك ان شاء الله توصل وتحصل على عقد. يعني جميع العرب اللي جو القادمين الى كندا لا يمكن انه يكونون جايين بطريقة شبه اللجوء، هم جايين نصهم او اكثرهم او 85% عن طريق عقود العمل في كندا. اتمنى لكم الخير والعافية يا رب العالمين. اني احبكم واحييكم من القلب الى القلب. لا تنسى الاشتراك بالقناة وضغط لايك حتى الكل يستفاد من هذا الفيديو. واريد اعيد عليك، انت ارجع واقرأ الموقع كله كاملة بتمعن حتى تفهم وتعرف وتفيدك او لا يفيدك، او هو تستفاد منه او لا تستفاد منه، لان بعض الناس يخافون من المناطق الثلجية الباردة، ولكن انا يعني احب اكثر المناطق البرد اكثر من مناطق الحرارة. اتمنى لكم الخير والعافية يا رب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.